هذا البرنامج برعاية خير مشاهدينا في برنامج أخبار البلاد. اليوم حنحكوا عن إدارة المعاشات بصندوق التضامن الاجتماعي وما يقدمه من خدمات، وخاصة في ظل المشاكل اللي يعاني منها بعض أرباب الأسر من أصحاب المعاشات في بعض الإجراءات الإدارية أو غيرها. اليوم حنحكوا عن هذا الموضوع مع ضيوفي في الاستوديو بإذن الله، الأستاذ مصطفى حممو مدير إدارة المعاشات بصندوق التضامن الاجتماعي، والأستاذ موسى العقوري رئيس قسم الشؤون الفنية بقسم المعاشات. لكن كيف ما تعودنا في البداية، خلونا نشوف نحن وياكم أول فقرة من فقرتنا، وهي فقرة من البلديات. بداية أخبارنا اليوم من بلدية سبها، حيث قام قسم الرياضيات بكلية التربية أباري بتنظيم ملتقاه الأول لخريجي السنوات من 2004 حتى 2017، والذي أقيم بقاعة صندوق التضامن فرع أباري بمنطقة جرمة، وبحضور عميد كلية التربية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك في إطار الحرص على مواكبة مسيرته العلمية وتعظيم إنجازاتها ومد جسور التواصل العلمي بين الخريجين بهذا القسم في مختلف مواقعهم. لنتابع معا هذا التقرير. سادة الأفاضل، أعضاء مجلس الكلية، هذا الملتقى طبعا يهدف إلى إيجاد آلية للتواصل المستمر ما بين خريجي هذا القسم والقسم للاستفادة من هؤلاء الخريجين في دعم مؤسساتنا التعليمية ودعم مؤسسة تعليمية في المؤسسات، وهذا ما دابت عليه جامعة سبها في السنوات الأخيرة هو زيادة التفاعل والترابط ما بين الجامعة وما بين مؤسسات المجتمع. طبعا المستهدف من هذا الملتقى هم جميع خريجي قسم الرياضيات على مدى السنوات من 2003 و 2004 إلى خريجي هذا العام. حقيقة فكرة هذا الملتقى كانت جميلة ورائعة، تخللها تكريم للنخب في هذا القسم، سواء من رؤساء الأقسام الأوائل وسواء من أعضاء هيئة التدريس المتميزين والطلاب المتميزين في هذا القسم. وفي زويتينا، حيث قام جهاز الحرس البلدي زويتينا سلطان بجولة تفتيشية للمحلات التجارية والتفتيش على المواد الغذائية منتهية الصلاحية وكذلك على الشهادات الصحية، وقاموا أيضا بجولة على شاطئ البحر والطريق الرئيسي الذي أصبح مكبا للقمامة وللمياه السوداء. هذه منطقة ويجوك زوار ويجوك المسؤولين ويجوك ناس، وانت قاعد على طريق يعني شوف المنظر حتى على الطريق الرئيسي، شوف القمامة حتى على الطريق الرئيسي، يعني ما فيش حتى احترام للمفروض يعني زي كيف هذه. وبعدين احنا راهو المواطنين كان نبغوا نراقبوا كحرس بلدي،
ونبغوا نعرفوا الاشخاص رانا مستعدين نطلعوهم حتى من حتى من كرمك الله القمامه اللي يرموا فيها، لانهم يرموا في اوراق وهي قاعده هذه بالتاكيد انها تلقى فيها اسماء، لكن احنا ما نبوش طبعا الكلام هذا، ونحن نقدر نراقب حتى بالعين المجرده ونعرفوا من اللي يرمي في هذه القمامه. فلهذا الانسان لازم يكون في وعي، ولازم الناس تدرك، ولازم مش غير الواحد يقول لك لا والله انا منطقة عادي يشيلك ناس عادي عيل عادي مش عارف من شيل وطوح وارمي على الطريق، لا والله هذا مكبك ناس عايز يا جماعة مش بالمظهر هذا مش صحيح. المفروض المواطنين ولا أهل المنطقة كانوا متكاتفوا مسؤولين يحافظوا على القصة هذه، يا سيدي هالتراب هذا يجيبوا كشيك وممكن حتى البلدية تصبي معاهم ولا تصبي معاهم حتى الناس المواطنين، في ناس خيرين في المنطقة، المنطقة مش كلها هنية، فيها ناس كويسين وفيها ناس خيرين وفيها ناس يعطوا ما عندهمش أي مشكلة يساهموا حتى بسيارات بآلات يديروا سياج حتى ترابي في المنطقة ويرموا فيه جوه، بدل ما يكون يرمي بالشكل هذا على الطريق يمين ويسار يقعد المكان يديروا له سياج ترابي ويقعد يرموا فيه جوه على الأقل حتى لما يحرقوه يحرقوه في مكان معين، الرمي يكون في مكان معين، لكن مش بالطريقه هذه قاعد بالعارك على اليمين وعلى اليسار، يعني تقدر تقول قريب من المدخل لعند نهايه لعند مدخل المنطقه، من بدايه المدخل لعند نهايه المدخل، وهذا يعني حقيقه منظر مش وفي لبرق حيث قامت مؤسسة أعمار لبرق بتنظيف وتجهيز حديقة البروق بوسط المدينة، وقامت المؤسسة بجمع تبرعات من المواطنين تنظيف هذه الحديقة اللي كانت في السابق مكبة للقمامة، ولكن بعزيمة الشباب والأهالي تم تجهيزها حتى تصبح منتزه للأسر والأطفال يقضوا بها وقتا ممتعا مع دخول فصل الربيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم سمير عبد الله عبسام كريميد، مدير شركة خدمات لبرق. اليوم متعاونين ان شاء الله معنا اهالي منطقة لبرق مع شركة خدمات، متعاونين معنا في القمامة، والحمد لله تبرعات من اهل المنطقة، والحق يعني ان حتى الشركة مش مقصرة. نطلبوا من رئيس الحكومة السيد عبد الله الثني يشوف لنا الموضوع الرواتب، لنا حوالي سنة ونص كل واحد يعزك فينا عيل اخر، نحن بطلنا يعني من كثر انه من قلة الامكانيات معاش عرضه ونجاره. العمال خلصوا فيهم على المواطنين. اللي نلقوهم يقولوا لي يا رجل افزعنا العمال. شركة الخدمات العامة تحول لوزارة الحكم المحلي، وزارة الحكم المحلي تحول للسيد عبد الله الثري. نحن حطونا في دائرة وبطلنا وكل مرة كلمه واحد، والله حتى حق النافتة ملعجل، والله تقصير يعلم بالله رب. بس مساعدتنا هالمنطقة من تبرعات، من نطلبوا من السيد عبد الله الثني ياخذ الموضوع بجديه، يصبي مع شركه الخدمات العامه في على مستوى المناطق، لابرق، القبه، عين ماره، المخيلي، القيقه، خولان، ليلي. وقصه الرواتب لنا سنه ونص، والله ما والله من غير فزع ما الساهم العاملين يشتغلوا من قله الامكانيات، حتى عجل الكراهب والله ما عندنا زيود، والله شحته يعني نقعد ديماك بالشكل هذا. وبلاش غابي شيء الصيف ومشينا الشتاء وتو جينا الصيف، وكل يوم بيعلم بالله ربك وجاي شهر رمضان، نبو الدولة تنظر، بس نبوها تنظر لشركة الخدمات العامة. ونشكر سيد طلال الهنشير، ونشكر مدير شركة خدمات رزق عمر، ونشكر العاملين لبرق والقبة والقيقم ودرنا. بمنطقة لبرق كان ختام أخبارنا اليوم، ننتقل بكم كل مشاهدينا الكرام إلى فقرة ضيف وملف. إدارة المعاشات الأساسية هي إحدى الإدارات التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، اللي يقدم خدمات متعددة لعدد كبير جدا من شرائح المجتمع لمن تشملهم شروط الاستحقاق لهذه المعاشات. ما هي الإجراءات المطلوبة للإقرار السنوي؟ وأيضا لما تم تمديد الإقرارات السنوية لنهاية هذا الشهر بعد أن كانت ستنتهي المهلة في نهاية شهر فبراير؟ كل هذه المواضيع حنحكوا فيها اليوم، حنتعرفوا على الصعوبات وما لهذه الإدارة ما لها وما عليها
عليها مع ضيوفي الكرام بإذن الله. لكن قبل هيك خلونا نتابعوا مع بعضنا إحدى الاجتماعات اللي تقوم بها إدارة المعاشات الأساسية مع رؤساء الأقسام والعاملين بقسم المعاش الأساسي بمدينة القبة. كفريق للخبراء اللي مشكل من قبل السيد رئيس لجنة الإدارة نقوم بها الرحلة حول لزيارة فروع الهيئة في مناطق الشرق، وذلك لتنفيذا للقرار الخاص بإعادة النظر في التشريعات واللوائح والقرارات المنفذة للعمل المعيقة للعمل في بعض الأحياء. في إطار عمل الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، تولى الهيئة العامة لصندوق التضامن فرع القبة إنشاء بإقامة ورشة عمل على السادة مكلفين بمهام إعادة التشريعات النافذة المسيرة لعمل الهيئة. فحاول التطرق مع مقابلة الخبراء والمختصين في هذا المجال في نطاق اختصاص الفرع، من خبراء في مجال المعاشات الأساسية وشؤون المعاقين وإدارة التنمية. مشاهدينا من جديد، يشرفني أن أستضيف معي اليوم كل من الأستاذ مصطفى حممو مدير إدارة المعاشات بصندوق التضامن الاجتماعي، وأيضا الأستاذ موسى العقوري رئيس قسم الشؤون الفنية بقسم المعاشات بصندوق التضامن الاجتماعي. أهلا بك أستاذ مصطفى معي اليوم، وأيضا أهلا بالسيد العقوري. مرحبا بك أبو فتحية، ومرحبا بالأخوة المشاهدين، ونأمل أن نكون أو نسعى نحن في هذه الحلقة إلى إعطاء فكرة عن المعاشات الأساسية وشروط الاستحقاق ولمن تعطي هذه المنفعة والصعوبات التي تواجهنا. نعم. سواء نحن كإدارة معاشات أو أقسامنا في فروع المعاشات بالفروع، والصعوبات التي تواجه المواطن، وحنوضح كيفية التغلب على هذه الإشكاليات إن شاء الله. نعم بإذن الله. لكن في البداية خلينا نتعرف على المعاش الأساسي، لو عرفنا المواطن اليوم بالمعاش الأساسي، وأيضا لمن يعطى المعاش الأساسي، يعني لمن يعطى أساسا. قبل فتحي، هذه أهم نقطة عندنا. هو المعاش الأساسي وفقا لقانون المعاش الأساسي رقم 16 لسنة 1985 عرف في المادة الأولى أنه هو منفعة نقدية يكفلها صندوق التضامن الضمان الاجتماعي كان في ذلك في اللحظة دون أداء أي اشتراكات تقابلها. وهنا أحب أن أعرج أو أنوه أن هذه منفعة وتعتبر مساعدة اجتماعية تقدمها الدولة وفق شروط استحقاق. نعم. اللي هن ست شروط استحقاق، هذه مهمة جدا. أول شرط أن يكون من مواطني الدولة الليبية. ثاني شرط أن لا يكون له إيراد يعادل أو يساوي قيمة المعاش الأساسي. نحن الآن قيمة المعاش الأساسي 450، معناها مفروض ما يكونش عنده مثلا معاش ضماني 450، أو يكون عنده مرتب من جهة ثانية 450، أو يكون عنده مصدر استثمار في أو مصدر دخل يعادل 450 دينار. إذا كان عنده بالضبط، إذا كان عنده قيمة أقل من 450 يربط له معاش تكميلي. النقطة الثانية أن لا يكون له عائل شرعي قادر على نفقته، مثلا الابن لأمه اللي أقل من 65 سنة، أن لا يكون له مالكا لمال، فيه اللي يكون عنده مال وبعدين لما يوصل للستين سنة أو الخمسة وستين سنة فيما يتعلق بالشيخوخة يقول لك والله هنا ينطبقا عليه شروط الاستحقاق. نعم. وعطيني
معاش أساسي، ولما نجوا نحن نديروا معاه بحث اجتماعي يكتب أنه هو لا يوجد لديه مصدر داخل. المصداقية دائما هي المصداقية المشكلة، مشكلة نعانوا منها جيدا، وهذه واحدة من المشاكل الصعبة اللي ما عرفناش كيف أن نعالجوها. أن لا يكون ممتنعا عن القيام بعمل. فيه بعض الأشخاص اللي عندهم مؤهلات ومفروض هذوما يتوجهوا للعمل بعد تأهيلهم في او سواء كان من حيث الدراسه او من حيث الدورات التدريب. نجوا للنقطه الثالثه وهي ايقاف الصرف هذه المعاشات، وهذه واحده من النقاط اللي يجب يتعرف عليها اصحاب المعاشات الاساسيه. راهو عندنا نحن بعض الضوابط في ايقاف صرف المعاش، فاذا قيدت حريه الشخص مثلا في اي قضيه هذا طبعا طول ايقاف المعاش نتاعه. اذا كان اودع الشخص في اي مؤسسه من مؤسساتنا مثلا المراكز المعاقين او المؤسسات الاجتماعيه يوقف عنا المعاش. اذا امتنع عن الفحص الطبي، وهنا احب ان اعرج ان في السابق اللجان الطبيه تقصد هنا العرض على اللجان الطبيه في الفتره السابقه العرض لمدة 5 سنوات وبعدها ما عادش يعرض. الآن نحن داخلين على مسح تقريبا حنعرض كافة أصحاب المعاشات الأساسية من فئة العجز، وهذا طبعا تحصلنا نحن على موافقة من مجلس الوزراء، وصدر قرار بتعديل المادة اللي تحث على 5 سنوات فقط. صدر فيها قرار تعديل أن كافة العجز الطبي سيتم عرضها على اللجان الطبية في الفترة الجاية. حناخذ منك هالنقطة وحننتقل بها للسيد موسى. مرحبتين بك معايا سيد موسى العقوري. مرحبا يا بلا. نعم، بما أنك مختص بالأمور الفنية، يعني اليوم هل يعني الحالات اللي يصرف لها معاش، خلينا نقوله من حالات العجز، يعني هل من النواحي الفنية وجدتم بأن هنالك إشكاليات كبيرة جدا ليعاد عرضها وأخذ إذن من يعني رئاسة الوزراء لكي تعرض من جديد؟ ما المشكلة أو ما الإشكالية؟ بسم الله. أولا نرحب بقناة ليبيا الحدث التي منحتنا الفرصة لإتاحة لإيضاح بعض المشاكل خاصة في منفعة المعاش الأساسي في جميع الفروع. نعم. هناك إشكالية في اللجان الطبية. حسب قانون المعاش الأساسي أن المواطن يعرض لمدة 5 سنوات. سابقا لما كان صندوق الضمان الاجتماعي واحدة بقانون الضمان، ولكن رأينا بعض الحالات ضروري من إعادتها سنوي. نعم. مش بالضروري اني انا ان معشنا بعد 5 سنوات معاش نعرض، وزي ما قال السيد مصطفى احنا اخذنا موافقه عليها من رئيس الوزراء وقال يعودوا عرضهم لكل سنه. ليش؟ لان طبعا الناس مش غبي طبعا، وخاصه بعد الثوره تمت الناس تلاعب في تزوير التقارير الطبيه والمستندات اللي غير صحيحه. نعم. فنحن اضطرينا ان بناخذ الاجراء الصح. وبعد مطابقة أخرى البيانات مع المركز المعلومات والتوثيق اكتشفنا عدد من الحالات اللي تم فيها التزوير سواء بالرقم الوطني. طبقنا مع منظومة الجهاز الإداري للدولة، فلقينا فيه حالات عجز يتقاضون معاشات أساسية ويعملون في الدولة. نعم. الأمر الذي يعني خلينا نقول ازدواجية، اكتشفتم حالات ازدواجية، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون المعاش الأساسي. نعم. وتم إيقاف الحالات هذين، وتمت إحالة الجهات أعمالهم لكي يتم الخصم عليهم ما صرف لهم بدون وجه حق. تقدر تعطينا رقم معين أو يعني ليس موجود لديك الآن؟ مش محدد برقم، ولكن نحن كل شهر نحن نطبق في بيانات منظومة المعاشات مع منظومة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة. نطبق في منظومتنا نحن شهري. منظومة المعاشات شهريا مع منظومة المعاشات مع مرتبات الدولة في الجهاز الإداري. ما نقدرش نعطي رقم محدد، ولكن شهريا تم الاكتشاف وتم إيقافهم طبعا، لأن نحن كنا نكتفوا بشهادة زمان من المواطن يجيبها لنا مختار محله. نعم. أنه هو لا يعمل في الدولة. لكن بتعاون مركز المعلومات والتوثيق وباستحداث المنظومات الحديثة الآن أصبحت بسهولة أنك تحصل على ازدواجية شخص. نعم. من خلال تطبيق الرقم الوطني او رقم القيد او رقم
يعني خلينا نقول الآن منظومة الرقم الوطني فتحت إشكالية كبيرة جدا. أعود لك سيد مصطفى، سأعود أتواصل معك سيد موسى. يعني اليوم منظومة الرقم الوطني يعني سهلت على العديد من الجهات العامة في الدولة عملها من ناحية كشف الازدواجية، كشف التكرار والكثير من الأمور الأخرى والتزوير وغيرها. يعني أنا بس نرجع لك في نقطة وبعدين حنكمله على نفس هذا الموضوع اللي هو الرقم الوطني والازدواجية. يعني هو ذكر الآن وأنت ذكرت أيضا فئة العجزة، من الفئات الأخرى اللي يعطى لها المعاش الأساسي أساسا؟ عندنا الشيخوخة وعندنا العجزة وعندنا الأرامل وعندنا المطلقات وفئة الأيتام وأسرة السجين، إضافة إلى من انقطعت بهم سبل العيش الحياة. وطبعا هذه هي يصدر فيها قرار من مجلس الوزراء. أيضا المعاقين أضفتم فئة أخرى هي توائم أو حجك فكي تقريبا. التوأم أضفناها. طبعا التوأم فيه مفهوم خاطئ يعني لأغلب الناس. التوأم رأوا مش كل شخص أنجب توأم أنجب توأم يصرف لمساعدة اجتماعية. لا، أراه التوأم يصرف للأسرة المستحقة اللي ظروفها يعني ضاقت بها، زي ما نقوله ضاقت بها سبل الحياة. فمن ضمن الشروط يعني من ضمن المواد الموجودة في القرار اللي هو إجراء بحث اجتماعي. البحث الاجتماعي يتم به التأكيد على وضعية الأسرة، هل هي تستحق معاش أو غير تستحق المعاش. إذا كان لديها مصادر دخل أخرى أو قادرة على الإنفاق على هذه التوأم، هنا مفروض ما تصرفلش حتى بدون إصابتهم بأي مرض من الأمراض. لا، إذا كان مصابين بأحد الأمراض هذا يعتبر عجز طبي. لا، عارفة يعتبر عجز طبي. تمام. لكن كتوأم اثنين توأم أو ثلاثة أو أربعة مسلمين صحيحين، يعني يعتبر المسكن أو البحث الاجتماعي هو من يثبت هذه الحالة. بالضبط، هو الفيصل ما بيننا وما بين المواطن هو البحث الاجتماعي. إذا كان البحث الاجتماعي قال أن هذوما فعلا ظروفهم الاقتصادية صعبة والسكنية صعبة جدا، مفروض نحن نرد لهم معاش أساسي. لكن إذا كان البحث الاجتماعي أكد على أن هذه الأسرة قادرة على إعالة نفسها وقادر على إعالة هؤلاء الأبناء، مفروض ما نرد لهمش نحن معاش أساسي. نعم، هذا فيما يتعلق بفئات التوأم. يعني هذه أغلب الفئات اللي تأخذ في المعاش الأساسي. هذه أغلب الفئات. نعود الآن للنقطة اللي هي الازدواجية والتكرار، وهي الإشكالية ربما اللي تعاني منها أغلب مؤسسات الدولة وخاصة يعني صندوق التضامن الاجتماعي أو إدارة المعاشات. طبعا الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي كانت سباقة في مكافحة موضوع الازدواجية، لأن نحن بصراحة راهو خاصة في ظل الظروف الراهنة وضعف إيرادات الدولة وصعوبة تغطية المعاشات الأساسية. وهنا طبعا يجي دور السيد، لا ننكر دور السيد رئيس لجنة الإدارة والسيد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ووزارة المالية والمصرف ليبيا المركزي في تكاتف جهودهم في صرف المعاشات الأساسية. كل شهرين نحن نصرف في مبلغ كبير جدا يوصل إلى قريب 55 مليون. نعم، لأن عدد المعاشات كبير جدا، لأن عدد المعاشات كبير والتزوير كبير. نحن قعد بصراحة أرهقنا أو تعبنا من قضايا التزوير والتكالب على المنفعة للأسف. حتى يعني حتى شرعا حرام أن شخص عنده مصدر دخل ويضبط معاش أساسي. نعم، يعني أنت تبي تشهد زور من أجل تأكل شنو؟ تأكل حرام. نعم، كيف تم اكتشاف هذه الحالات؟ يعني خليني أنا النقطة بس حابة أستوضحها من حضرتك سيد مصطفى، اللي هي يعني العجوزات تحديدا واللي عندهم معاقين والكذا اختلطت على الناس الأمراض. يعني اليوم بعد ثورة فبراير هنالك عدد كبير جدا من المبثورين، هنالك عدد كبير جدا من المعاقين، بعض الأمراض اللي ما كناش نعرفوهم ومظهرت وفجأة تبين أن أصحاب هذه الأمراض أصبحوا يحتاجون أن يتقاضوا معاش أساسي لأن يعني صنف كإعاقة هذا المرض وغيره. يعني كيف يتم اكتشاف هذه الحالات أساسا وكيف يتم الفصل في هذا الموضوع؟ طبعا نحن ما عندناش إشكالية فيما يتعلق بالشخص المعاق لما تنطبق عليه شروط استحقاق المعاش الأساسي. لما يمشي للجنة الطبية واللجنة الطبية عندها لائحة رقم 94 صادرة في 96، كل فئة استحقاق مثلا مبتوري الأطراف، كل بتر مثلا في الصبع عنده نسبة، في الكراع عنده نسبة، اليد اليمنى عنده نسبة، اللي صار عنده نسبة تحت المفصل فوق المفصل، يعني هذا تحدى لجنة طبية عامة تحدد نسبة الإصابة. التزوير وين يصير؟ التزوير يحصل في الأمراض المزمنة. نحن نعاني من قصة الأمراض المزمنة، يعني نقول لك فيه اللي في اللي دار تقرير على نفسه أو على ابنه أنه هو عنده تخلف ذهني في الوقت اللي هو ما عندهش تخلف نهائيا. فيه اللي ثبت أنه ولده عنده سكر وهو كويس، مش يعرض على اللجنة الطبية واللجنة فيها دكاترة مختصين. اللجنة الطبية تأخذ وفق تقارير تجي قدامها،
فمهما كان يكون فيه نوع من النصب. ضيفي على ذلك أن لما نقول يعني مع احترامي أنا لأعضاء اللجان الطبية، مش كل أعضاء اللجان الطبية يعني نحن راه وجينا على النزاهة يعني نحكي على النزاهة، مش كل أعضاء اللجان الطبية متميزين بقدر ما فيه ناس خاف الله سبحانه وتعالى، وفيه ناس ممتازين جدا بقدر ما في نفس الوقت نحن جينا على أنقاض لقيناها قدامنا. يعني الفساد يعني الخمس سنوات عدم العرض لمدة خمس سنوات هذا كان واحد من الأسباب يعني اللي هو زيادة المعاش. لمدة خمس سنوات يأخذ في مرتب كل شهر وربما هو مش في حاجة له. بالضبط، يعني على سبيل المثال تولى العرض خمس سنوات هذه كانت مقيدتنا. في مثلا واحد الفترة اللي فاتت جاني عند هذا كمثال بس هو عند شلل نصفي وبعد الشلل طبعا لما يجي شخص مسطح للجنة الطبية تعطيه نسبة عجز عادي بعد خمس سنوات مع العلاج الطبيعي ومع تكثيف العلاج قلنا عدى مش عادي جدا وبعد عرضوه بعد خمس سنوات لقوه كويس قالوا له انت راه ما ينطبقش عليك الشروط. تصوري لو نحن ما ما عادش نعرض بعد خمس سنوات الطفل اللي عنده ثقب في القلب بسيط جدا هذا بعد خمس سنوات يعني معروف علميا وطبيا عمليا وطبيا لكن بعد خمس سنوات انا ما عادش نقدر نعرضه يجد المعاش بتاعه مستمر. صحيح، فهذا طبعا هو اللي دعانا ان نحن نديروا مذكره عن طريق السيد رئيس لجنه الاداره للسيد. كانت في مجموعه من اللوائح والقرارات في منذ الثوره يعني كان المفروض انها تعدل وتغير لصالح الكثير من الاجراءات اللي تشمل المعاشات الاساسيه لصالح المواطن ولصالح الوطن في نفس الوقت. لم تعدل او عدلت بطريقه ما هذه الاجراءات؟ القوانين واللوائح نحن زي ما شفتي في حضرتك في العرض اللي الان نحن نسعى الى تعديل هذه القوانين بما يخدم المواطن وما يخدم الوطن خصوصا في هذه الظروف الصعبه جدا يعني ان شاء الله. نعم، اعود لك سيد موسى، مرحبتين بك مجددا. سيد موسى لو تحدثنا عن الاجراءات المتخذه من قبل اداره الهيئه للحد من التزوير والتدليس وللمواطن او لصالح الوطن. زي ما قلت لك قبل ظاهرة التزوير طلعت لما طبقنا منظومة المعاشات بمنظومة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة. نعم. وعطونا هم الكشوفات كل واحد والقطاع متاعه، الزراعة، التعليم، كل واحد والقطاع متاعه مطابقة بالرقم الوطني. نعم. اتخذنا إجراءات، تم إيقاف جميع المعاشات التي بها ازدواجية ومخاطبة جهات أعمالهم بخصم ما تم صرفه بدون وجه حق من كل القطاعات اللي طالع بهن الازدواجية. نعم. وخطبنا بهن جميع القطاعات. فيما يخص الاكتشاف الازدواجية تم الاكتشاف طبعا سواء بالرقم الوطني أو بمنظومة الجهاز الإداري، وهي نحن زمان لما كنا نتعامل برقم وطني يجيب لنا المواطن من أي مكان من مكتب من مكاتب ومختوم ندخله فيه في المنظومة، ولكن طلع طبعا حوالي 65% طلع فيه أخطاء سواء في إدخال الرقم الوطني أو في تشابه الأسماء أو في رقم القيد أو كذا، وتم إيقاف جميع المعاشات اللي بين ازدواجية بالكامل. نعم. على مستوى كل الفروع. وخطبنا كلهم جهات أعمالهم وإجراءات كل قيد قيد التنفيذ الآن. أيضا لو سألت حضرتك سيد موسى يعني اليوم المواطن يعني في كل منطقة أو في كل بلدية هنالك فروع لي تتبع الهيئة، هيئة صندوق التضامن الاجتماعي. نرى اليوم كثير من المواطنين يراجعون المقرات الرئيسية اللي هي بالبيضاء اللي هي الإدارة العامة للصندوق. ما يسببلكمش هنا مشكلة وإشكالية يعني في أن المواطن يتردد عليكم بصفة دائمة في حين أنه يعني يقدر يحصل المنفعة اللي هو يبيها أو المراجعة أو اي شيء من الاوراق الاساسيه اللي هو يطلبها من خلال الفروع اللي موجوده في كل منطقه وفي كل مدينه يعني. كل فروع صندوق التضامن الاجتماعي على مستوى البلديات عندهم اختصاصات. نعم. ويتموا في اجراءاتهم هنا عن طريق اداره الفرع سواء من معاشات او معاقين او اقسام التنميه ويحيلوا فين الاداره العامه. يعني المفترض يعني هي وسيله التواصل. المفترض ان المواطن لما يسلم اجراءاته مثلا في بنغازي مفروض يراجع فرع بنغازي، ما عادش في داعي يمشي البيضاء. نعم. لكن نحن المواطن يسيب الفرع اللي هو قدم فيه ويعدي عند البيضاء غادي ويسال عليه موضوع ايش صار في معاشي، ايش صار في اجراء سواء باجراء المعاقين او المعاش الاساسي. نحن نبغى نسهله على المواطن بكل الاحوال يعني.
نبغى نسهله على المواطن، نقول له اقرب مكان لك انت قدم فيه اجراءاتك. نعم. ماش في داعي تجي البيضة، يقدم اجراءاته من هنا فنحن ننصح جميع المواطنين يتقدموا باجراءاتهم للمكاتب او الفروع التابعه لصندوق التضامن الاجتماعي اللي هي المحيطه به، يعني ينهي اجراءاته به وما فيش داعي يشيل عند البيضة يتعبروا. نعم، لان هذه الفروع هي حلقه الوصل ايضا يعني للاداره، مش حتكون في اي اشكاليه او اي مشكله في الفرع مش حتوصل للاداره اساسا، يعني هي حلقه الوصل بين المواطن والاداره العامه. نعم أيوه. نعم، أعود لك سيد مصطفى لأتحاور معك حول الإقرار السنوي. يعني نحن من فترة تقريبا من شهر 11 أو 12 وحنا نسمع في إعلانات في كل مكان إن على كل من يتقاضى معاش يعني من صندوق التضامن الاجتماعي يتجه الآن للإقرار السنوي اللي كان كل شهر واحد تقريبا كان موعده. يعني آخر فرصة كنتوا عارضينها هي شهر 2، اليوم نحن في شهر 3 مددتم. يعني المشكلة اللي على أساسها يعني مدته لشهر 3 إعطاء المواطن فرصة أكثر لاستيفاء بياناته أو استيفاء أوراقه. تمام. السبب الرئيسي نحن بحيث أن نحن نعطي فرصة للمواطن، نحن هو المدة الشهرين وفقا للقانون وفقا للائحة يبدأ البيان السنوي لكافة أصحاب المعاشات الأساسية على مستوى الدولة الليبية من 1/1 إلى 28/2. نعم. لكن نتيجة للظروف الراهنة وصعوبة الاستخراج بعض الشهايد والنيف عطيناهم نحن إلى غاية 31/3. مارس. في 31/3 اللي هو شهر مارس سيتم إيقاف كافة المعاشات الذين لم يتقدموا بالبيان السنوي. هذه طبعا أنا نؤكد من خلال هذه الفرصة واستغل هذه الفرصة اللي نحن على الهواء مباشرة، ونتمنى من كافة أصحاب المعاشات الأساسية ممن لم يتقدموا بالبيان السنوي تقديم البيان السنوي، لأن راه اعتبارا من 1/3 نحن سيتم إيقاف، وهذا وفقا للقانون ووفقا للائحة. لكن ما تشوف السيد مصطفى أن المواطن الكريم يشتكي من كثرة الأوراق المطلوبة، يعني أنا سمعت بعض التعليقات من الناس تقول كأنكم بتملكوهم قطعة أرض أو كأنك تبي مش عارفة شنو تدير له. يعني هو مرتب 450 مش محتاج لقائمة طويلة جدا من الأوراق اللي يجيبها من الشرق ومن الغرب. يعني بفترة فعلا كان هناك استياء كبير جدا من اغلب المواطنين اللي يتقاضوا في هذه المعاشات، يعني تقريبا 12 ورقه انتم طالبين عليهم او 11 ورقه وكل ورقه تتبعها ورقه ثانيه. تمام. في حين احنا اليوم اتجهنا الى عصر الرقم الوطني عن طريق المنظومه والكثير من الامور الاخرى المبسطه والميسره. طبعا انا فيه سببين وباش نكونوا نحن صادقين. السبب الاول التعدي في الموضوع، هذا صار في بنغازي فقط. وبنغازي نتيجة للظروف اللي مرت بها المدينة في حد ذاتها، نفس الظروف مرت بها مؤسسات هذه الدولة داخل هذه المدينة، تم التعدي على الملفات أصحاب المعاشات الأساسية، فقدنا فيها العديد من هذه الملفات. وعندما نفقد ملف معناها نحن نضطر إلى أن نحن ندير ملف بديل لهذا المواطن. يعني تصوري مواطنة مثلا مطلقة وراح الملف انتهى، فنضطر إن نطلب عليها وثيقة طلاق جديدة. كنتوا أعلنتوا للمواطنين بأن المقرات تعرضت لأثناء فترة الاشتباكات وضاع أغلب البيانات. هذا تمت الإشارة إليه في العديد من اللقاءات في الإذاعات سواء كانت مسموعة أو المرئية فيما يتعلق بمدينة بنغازي. أما في باقي الفروع، فروعنا بالكامل لم تتعرض إلى هذا الإشكالية. النقطة الثانية، نحن حاولنا في لما صار فعلا نتيجة لهذه الظروف وعن طريق السيد رئيس لجنة إدارة الهيئة عممنا، حاولنا نقلص بعض هذه المستندات. طبعا نحن كل فئة استحقاق نطلب منها بيانات أو مستندات تختلف على الفئة الأخرى ثانية. يعني المطلقة على الأرملة على الشيخوخة على الأيتام الشهيد. بالضبط. فطبعا نحن حاولنا في الشهر 3 ان نحن نقلصه وعممنا، وموجوده حتى في الصفحه نتاعنا كل فئه استحقاق وشو المطلوب منها. اكثر فئه استحقاق طلبنا منها ممكن 4 مستندات فقط موجوده في الصفحه نتاعنا ومنشوره، ويقدروا الاخوه المواطنين يراجعوا صفحتنا ويشوفوا هذا التعميم. نعم. سيد موسى، يعني لدي بعض الأسئلة الفنية لحضرتك. يعني مطلقة لا يوجد لديها أبناء، هل يحق أن هي تأخذ معاش أساسي؟ من حق المطلقة عندها وثيقة طلاق من حق معاش أساسي.
يعني قانونيا يحق لها ان هي تاخذ؟ قانونيا يحق لها سواء انها مطلقه حاضنه او مطلقه غير حاضنه. نعم، ايضا يعني زوجه كانت متزوجه، اخت كانت متزوجه وطلقت من زوجها، ويعني عندما كانت تبي تعبي نموذج الرقم الوطني فوجدت ان المفروض انها تكون رجعت لكتيب ابوها، تفاجات بانها ما زالت على يعني كتيب طليقها. فاليوم على اي نظام تمشي؟ يعني تمشي على قيد ابوها ولا على قيد طليقها؟ من ضمن الشروط انها تكون لابد ترجع لسجل سجل والدها. السجل المدني الوالد. نعم. وتدخل معه في السجل المدني ومن ثم تجيب الإجراءات المطلوبة. نعم، شكرا لك سيد موسى العقوري مدير رئيس شؤون الفنية بصندوق التضامن الاجتماعي، شكرا جزيلا لحضرتك. سيد مصطفى، ربما في كلمتنا الأخيرة اليوم، من يعاني من حول أو ضعف نظر هل يحتاج أن يربط له معاج أساسي أم لا؟ الحول وضعف النظر. إذا كان ضعف النظر طبعا الحول هذا ما يخذش، متأكد أنا. تمام، نجول لضعف النظر. ضعف النظر هذا تحدى اللجنة الطبية، لكن إذا كانوا ضعف يرى بالنظارة، نحن طبعا دائما النظر نشوفه النظر بعد النظارة، إذا كان النظر بعد النظارة كويس معناها اللجنة الطبية مش هتعطيه، إذا كان النظر حتى بعد النظارة عنده ضعف نظر معناها يأخذ. نعم، كلمة أخيرة لحضرتك. والقرار الأخير للجنة الطبية. كلمة أخيرة لحضرتك. والله نتمنى من أصحاب المعاشات الأساسية الاطلاع على اللوائح وعلى القوانين التي تسير هذه المنفعة لاستيعابها، وأننا حنوعدهم أننا حننشرهم في صفحة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالبرلمان الليبي، حتى يستوعب أصحاب المعاشات الأساسية ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. في نفس الوقت المعاشات اللي تتعرض إلى ازدواجيه، راهو انا نبي ننبه ان هذا ماهوش في صالح المواطن، لان سواء نحن او اللي جو بعدنا، نحن فيه اللي طلعناها ازدواجيه من 2004 وحملنا عليه 24,000 وحطيناها على المرتب نتاعها، هذا في هذا حيثقل كاهل المواطن، ونحن راهو تعاملنا معه وفقا للقانون، ونتمنى ان الابتعاد عن التزوير والتدليس والتلاعب مع المعاشات الاساسيه، لان راهو فيه قانون وحتجي دوله. لن تكون هنالك زيادة في المرتبات، 450 فقط. لا، هو وفق القانون هذا. نعم. قانون هي القانون حدد، لكن الدولة ما عندهاش ميزانية باش تزيد. ولا عندها ميزانية باش تزيد. نعم، شكرا جزيلا لك سيد مصطفى ممو مدير إدارة المعاشات بصندوق التضامن الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، أتمنى أن نكون قد استوفينا جميعا أو استفدنا فعلا من هذه الحلقة، وكل من لديه استفسار كان وجد إجابته من خلال حلقتنا اليوم من أخبار البلاد التي كانت حول المعاشات الأساسية. شكرا للجميع، تحياتي لمعد هذه الحلقة، إلى اللقاء.